الحمد لله على خلاصة بخير يا رب. يا عمري يا قلبي حل... شوفي هالببولة، ايه تاج دخيل الله اللي خلقه. والله ما تشوفي هالببولة تاكلي. جينا على المستشفى لعند سوسو، ليكو شو عاملة هون. الحمد لله الله خلصها بخير، ألف الحمد لله. تاج اجانا، تاج لك يا اهلا وسهلا بتاج. يلا ياه، هذا من وين يا مرت عمي؟ يلا انا هون. احنا تاج رح وصلناها، نحوش شوي تخدم محكه، حوشي لي شي صحه شي صندوق قهوه لانه روسي عم يبرم. لانه هذا عشان عم يبرم، عم يبرم هذا الكوفي تايم هلا. هذا هلا عم يبرم برم وعم يقول لي وين القهوه يا حاج. لانه محمد عملت فيه. الاكل ذوق والشرب ذوق. صح. آه سبحان الله، نحن بنحبها بالرغوه. قول على ذوقها وشرب على ذوق الناس. والبس على ذوق الناس. عيشولي هديه. انت طلع على النبي. انت بذاتك تعذبتي. هيك القلب قلب. ليكي قلب قلب. ليكي القلب. شفتي عن جد قلب. عن جد قلب نظامي. انا هيك ما فيني علي. كيف لما بيطلع القلب بقلب الفنجان؟ سبحان الله كيف هالشهر الكريم خلص بسرعة. لسا امبارح كنا عم نقول امتى يجي رمضان. اجى رمضان وشارف على الانتهاء، بقي ايام قليلة وبيجي العيد ان شاء الله بينعاد على الجميع بالخير والصحة والعافية يا رب. نزلت لكم قبل هلا انا وصفتين، وصفة البيتي فور ووصفة المعمول بالصينية بالطريقة الاقتصادية. اليوم رح ننزل وصفة المعمول العادي، بس مش يلي بالسميد يلي بالطحين، كمان طريقتها كتير سهلة وجربوها ورح تدعولي. يلي هو معمول الحليب المكثف المحلى. إذا عندكم الحليب المكثف المحلى استغنوا عن هالخطوة. أنا بحب أعمل الحليب المكثف عايدي، فباخد عندي الخلاط بحط فيه كوب من الحليب المجفف. اعملوا جهدكم حبايب قلبي، نوعية الحليب تكون طيبة بتعطيكم نتيجة أطيب. كوب من السكر، سكر الحبيبات المتوفر بكل بيوتنا، قدر ملعقة طعام مليانة جبل من الزبدة، طبعا المكونات كلها بنفس الكوب. بنفس الكوب بدي نص كوب من المي اللي عم تغلي وبس. هاي أسهل وأفضل طريقة للحليب المكثف المحلى، بيعطينا نتيجة صدقوني أطيب من أفخر الماركات. وبشغلها بسم الله. جهز عنا الحليب المكثف المحلى، هلا بفرجيكم قوامه. هلا اللي عباله يستعمله دغري بيقدر يستعمله بهاي المرحلة، واللي عباله يخزنه بالبراد لمدة شهر أو شهر ونص بيعطيه غلوة على النار. أنا رح انتقل على الغاز ليكو قوامه. هلا على فكرة حتى لو خزنته بدون غلي قوامه بيسمك مع الوقت. النار حبايب قلبي بدها تكون على أخف درجة، كتير خفيف، ما بتركها تغلي كتير. أول ما بياخد أول غلوة بطفي النار تحته، لأنه مباشرة كعب الطنجرة بيلزق لو شو ما كانت نوعية الطنجرة، لو تيفال لو جرانيت سيراميك. فبتكون تحركه لبين ما تاخد لأول غلوة وتطفي النار. أهم شيء النار تحت يكون كتير خفيف. هول الطناجر كتير ممتازين عن جد، لما بطبخ فيها شي طبخة فيها لحوم أو دجاج بحس حالي كأني عم بطبخ كأني بطنجرة الضغط. اكتبولي إذا أنتم جربين طناجر الزهر، هو بيكون مصنوع من حديد الزهر. بلشت ياخد أول غلوة، خلص طفيت النار.
هلا طرميز الحليب المكثف بضل عندي بالبراد لمدة كتير طويلة، أكتر من شهر ونص ولا شهرين كمان. هلا تنعمل عجينة المعمول. بدي 7 أكواب من الطحين، أي دقيق القمح. أي كوب بالمطبخ عندكم يستعملوه، المهم كملوا كل المكونات بنفس الكوب. السادس والسابع. بدي قدر ملعقة طعام من المحلب. تفرجيكم المحلب، دايما بتسألوني عنه حبايب قلبي، هذا هو المحلب. فيكن تاخدوا له صورة وتطلبوا من عند العطار، فيكن تجيبوه بودرة، أنا لأنه عندي مطحنة بهارات بحب أطحنها على إيدي. حطيت ملعقة طعام الياني جبل. هلا في طريقة تانية لطحن البهارات، هلا تذكرتها حبيت لكم إياها مشان تستفيدوا حبايب قلبي. إذا عندكم مثل هذا الميكسر وما عندكم المطحنة فليكوا شو بتعملوا، بس بدكم تديروا بالكم. رح حط شوي من الحبوب، أي حبوب أنا بدي أطحنها بنفس الطريقة. باخد الكلينك فين وبغلفها. تمام، بغلفها بهالطريقة وبحملها هيك. رح حط الفيشة بالكهرباء. حطيت الفيشة بالكهرباء، شايفين كيف أنا سكرتها من هون؟ بسمي بسم الله. شو رأيكم؟ اختراع، الحاجة أم الاختراع يا جماعة. شايفين هلا ما حافتح الكيس لأنه أنا شايفتهم لسه في حبوب خشنة، بدي أطحنها قصة شوي. فيني ميلة، فيني ميلة مثل ما بدي، ما ضروري دلني ماسكتها هيك. بس انتبهوا ايدكم تيجي هون يا جماعة، كونوا حذرين. بعتقد هلأ بكفي، رح شيل الفيشة من الكهرباء بعدين بفك النايلو. بسم الله. فكرة حلوة، إذا عجبتكم هالفكرة حطوا لي اللايك، كتروا اللايكات. طلعوا شوفوا حبايب قلبي، إيه مش بس مطحونين، مهروسين هرس. بسم الله، مثل ما شايفين الفيش أول شيء منشيل الفيش. بودرة، الله ريحة المحلب ريحته بتشهي. بودرة بودرة يا جماعة. هاي قدر ملعقة طعام ضيفها فوق الخليط. وهولي يلي طحنتهم بالمطحنة، أنا بحب طعمة المحلب كتير، ما حدا يقول لي بمرمر، دايما بكتر وما بمرمر، ما حدا يعطيكم معلومات خاطئة. هلأ بدي أطحن لمستكا. هاي هي كمان حبوب المستكا متوفرة عند العطارين، باخد هاي الكمية أو لزيدها شوي. طيب المستكة ريحتها حلوة. ليكو المطيبات حسب الرغبة حبيب قلبي، انتو حطوا اللي انتو متوفر عندكم. بنحط على المستكة قدر معلقة صغيرة سكر بس لحتى يسهل الطحن. شموا روايح العيد، شموا. لكن حطينا طحين، حطينا محلب، وحطينا مستكة. رشة الملح الخاصة بكل الحلويات. هلأ بدي أضيف السمنة. اكتبوا لي شو عملتوا لهلأ حلويات للعيد. شوفوا أنا بس أعمل حلويات العيد بالبيت، الأولاد بيكونوا معيدين قبل ما يوصل العيد. أصلاً هي لذة العيد عن جد. أنا ما بحب أشتري المعمول والبتيفور وهالقصص من برا أبداً، بحب كله يكون شغل البيت وطلع روايح فرحة العيد بالبيت. إن شاء الله يا رب الله يديم الفرح والسرور بديارنا جميعاً، آمين رب العالمين. والله يفرجها على الجميع وما يكون حدا زعلان. أول شيء بدي أعمله هذا الانفرتر عندي أنا، خليني شغل الكهرباء وأرجع.
تمام، فرح خلط المكونات الجافة أول شي مع بعضها قبل ما أضيف السمن. وطبعا أنا بنصح بالسمنة الحيوانية، أما إذا ما كانت متوفرة فيكن تضيفوا سمنة نباتية بس نكهوها ولو بملعقة طعام من السمن الحيواني. بدنا كوبين من السمن، خاي منيح اللي السمنة منا مجمدة. الله وكيلكن هالكم يوم اللي مرقوا كان الطقس مرمار، بس سبحان الله امبارح واليوم الطقس كاسر شوي، صار الطقس أدفى. فعم عيّرها قدامكم بالأكواب ليضلوا عياراتنا كلها بالكوب. هذا أول كوب رح نزله، وهيدا الكوب الثاني، وبتاكلوا معمول رح تدعولي عليه. يعني يا هيك المعمول يا بلا، ولا أسهل من هيك. وإن شاء الله إذا بدكم نزل لكم طريقة معمول السميد اكتبوا لي بالكومنتات، رح أعمل جهدي بأسرع وقت نزل لكم إياه. هيدا الكوب الثاني حبيب قلبي، لعلي لكم الكاميرا شوي مشان تكونوا عم تشوفوا. نزل الكمية كلها، بنفس الكباية قست 3/4 الكوب من الزيت، زيت النباتي. هلا حبايب قلبي رح بس الطحين بالسمن، اول شي بايد وحدة بعدين بستعمل الايد التام. هلا بالايد التام منخلي كل حبات الطحين تتغلغل بالسمنة. بهاي المرحلة نحن فينا ناخد مجدنا بالتحريك، بس من بعد ما ضيف المي زهر والمي ورد لا، بدي أقلبهم تقليب وبلش تشكيل مباشرة. ايه على فكرة بدي أقلكن انه هذا المعمول منه مثل نوع المعمول السميد يلي بدنا ننطر عليه 24 ساعة لحتى نبلش نشتغل فيه، لا هذا المعمول مباشرة بتشتغلوه بتشكلوه تخبزوه، بعد الفطور بتدوقوه وعلى العيد بتضيفوه. تمام، هلا انا تاكدت انه الطحين كله شرب السمنه والزيت، يعني شايفين انا لما بقلبها من تحت لفوق ما في شيء بكعب الجوط، بسيتهم كتير منيح لحد ما تاكدت انه الكل اندمج مع بعضه. ممتاز، هلا رح ضيف الحليب المكثف المحلل، كل عجينة ما أحلاها. بنفس الكباية ليكم، مع أنه بعدها شوي فاترة لسه بس ما بيأثر، رح أخذ السليك والقوام رائع. هأخذ كوب من الحليب المكثف المحلى ونضيفه فوق العجين أو فوق الخليط. نفضي كله حتى العيارات تكون مظبوطة. وبنفس الكباية بدي نص كوب من المي زهر، هذا المي زهر شغل بيت، يلا ريحته شو طيبة. ربع كوب، أنا قلت نص، لا ربع كوب حبايب قلبي، ربع كوب مي زهر. بسم الله. ونص كوب مي ورد، هذا المي ورد كمان شغل بيت. شموا الريحة، الله. بدي أقول معلومة لحبيبات قلبي الصايمين برمضان، لأن كلاتنا بنعرف ممكن الوش ينشف أو يقشب، نحن منقول تحطوا شوي من المي ورد، يعني تقريبا غطى من المي ورد مع قنينة او تقريبا فينا نقول كوب من المي، مي عادية، وحطوه بهذا السبراي يلي بنستعمله نحن بنجيبه للمطبخ، بس تكون نظيفة وبخوا فيه وشكم بنهار مرتين ثلاثة، يا الله شو راح تلاحظوا فرق.
هلا يلي بيشوف هالمنظر شو حيقول؟ يا ليلى كتير كترتي سوائل. ابدا، يعني انا كمان رح اعجنها قدامكم لحتى ما تقولوا يي الكميه كبيره والعجينه خربت. ابدا ابدا ابدا، رح حركن انا منيح مع بعضهم ورح فرجيكم انا قوام العجينه كيف بدي اياها. بدي اياها تكون شوي طريه، هلا بتشوفوا انتو كيف. بس مع التحريك بهي الطريقه الطحين رح يتشرب كل المي زهر والمي ورد يلي ضفناه بهي الطريقه. بحب فرجيكم هاي التركات لاني بعرف المبتدئين بالمطبخ دغري لوين بيروح فكرهم، بفكروا الاكله خربت. هي بالعكس نحنا عم نعمل الصح الصح ورح تطلع معنا نتيجه ما حدا حيصدق انه هذا المعمول شغل ايدينا، كله حيفكر نحن جايبينه مش بس من برا، لا جايبينه من افخم المحلات من برا. فشايفين حبايب قلبي هذا المقطع انا ما حاعمل له كات ابدا، خليه قدامكم ليكو. اصلا لسه بتحمل بس لا انا ما بضيف لها، خلص هي هاي السوائل اللي حطيتهم وبس. بس بحركهم مثل ما شايفين انا عم بعمل عملية ردم، يعني بشيل وبردم بشيل وبردم، مش بعجن مثل عجينة الفطاير. ما بدي فعل الجلوتين بالطحين، يعني انا لما بشقف شقفة من العجينة بتنشقف شقف ما بتنمطمط مثل الفطاير. لا شايفين كيف صار القوام؟ هلا حريحها، ما حريحها كتير بس لبين ما عملت الحشوة، بس طبعا بدي غطيها. اليوم حبي كتر حشوة الجوز من شان هادي كتير بيحب حشوة الجوز. يعني بيفتحوا هيدا، هيدا الجوز مكسرينه وحاطينه بالبراد، جوز بلدي شغل ضيعتنا. رح ابرمهم برمة صغيرة بالفرامة، ما بدي اياهم ينطحنوا، بدي هيك بس كسرهم تكسير. شوفوا هيك بدي القوام يكون. اصلا دايما انا بقول هالفرامية اللي فيها اربع شفرات هي كأنه فرم بيت، كأنه ست البيت حامل السكينة وعم تفرم بإيدها. كتير بيلبق اني اضيف مع الجوز اما كاجو اما لوز. انا عندي هون لوز صنوبري وعندي اللوز الصحيح، هول اللي كانوا عندي بالبراد، كمان رح اعطيهم فرمة بسيطة بهالطريقة. ما تستغنوا عن هالخطوة ابدا، بيعدل طعمة الجوز كتير منيح. بضيف لهم قدر ملعقة طعام هيك من السمنة، طبعا على كمية الجوز واللوز اللي انا عندي يلي هني كيلو، يعني اذا انتو الكمية اقل خففوا كمية السمنة لانه المعمول بفسخ بالفرن بعدين. قطر بدي تقريبا 5 ملاعق طعام من القطر، اذا حسيتوا بدو كمان ارجعوا انتو ضيفوا. قدر ملعقتين طعام مي زهر و3 ملاعق طعام مي ورد. طبعا بتركن حدي وبشوف من بعد ما ادعكهم بايدي اذا بدهم لسه سوائل بضيف، وتقريبا ملعقة طعام من السكر. السكر بخليهم كمان يعشقوا بعض، هاي لانا ملعقة صغيرة فانا حطيت 4 صغار بيطلعوا قدر ملعقة طعام كبيرة. هلأ مندعك حفرجيكم القوام كيف بيصير عندي من بعد ما ادمجهم كلهم مع بعضهم. شوفوا حبايب قلبي بدي فرجيكم شغلة، هلا انا لما بحركها شايفين هي كيف قوامها بين ايدي؟ بتحسوها منا متماسكة، بس لما بعمل هيك شايفين كيف صارت؟ لازم تصير هيك. هلا لما بضغط عليها اوكي بتفرط، بس انا بدي اوصل لهي المرحلة هيك، فما بيأثر تكون هيك، يعني بهي المرحلة انا بكون وصلت للقوام اللي انا بدي اياه، ما بضلني زيد سوائل بقى، لا بدها تكون هيك ممتازة. يلا رح بلش تشكيل. مجهزة عندي كمان هون حشوة التمر، انا بحب احط معه سمسم، فهذا الشيء اختياري، فيكن تحطوه فيكن لا. هلا بالنسبة للقوالب في عنا
أنا في عندي هول القوالب، هيدا نحن بنسميه السيوة للتمر، وهيدا للفستق بيجي هيك على شكل مطول. على فكرة حشوة الفستق مثل حشوة الجوز، بنحط الفستق بس ما بنضيف معه شي تاني مكسرات، بنضيف له القطر والسمنة والسكر والمي زهر والمي ورد. وهذا القالب للجوز. هلأ أنا مشان ريح راسي وما ضلني عتليني هم إنه العجينة رح تلزق بقلب القالب، لأنه في بعض القوالب عن جد بتمرمس القلب. فشو حأعمل أنا؟ حأخذ القالب ولفه بالكلينك فين بهاي الطريقة. هيك أنا بتأكد إنه رح يطلع المعمولة من قلب القالب بدون ما يوجع لي راسي. لا ما بعمل لبرمتين، برمي وحدي بس. خليني أول شيء أقطعه، شايفين حبايب قلبي؟ برمي وحدي مشان أقدر أحصل على الرسمة. هيك نفس الشيء بعمل بقية القوالب. نسمي بسم الله ومنبلش. ما شاء الله هالعجينة، بعطيها تقليبي هيك على الخفيف. إذا الطقس عندكم بالمطبخ، الجو عندكم بالمطبخ كتير شوب، خدوا شوي من العجين وردوا الباقي على البراد. فرح أول شيء أنا أخد عيار القالب اللي عندي إياه هيك كبير، لأنه بدي أحط مكان للجوز، بدي إياها تكون هلا هيك. أنا بقيسها تقريبا نص القالب هي عيار العجينة اللي بدي استعملها لقالب الجوز. هاي ما بستعملها، هاي بحطها قدامي هون لحتى اخد نفس العيار، ولحتى اتأكد انه حشوتها رح تطلع مزبوطة رح حط الكرة تاع حشوة الجوز نفس حجم كرة العجين. هيك بيطلع نسبة الحشوة بالنسبة لنسبة العجين ممتازة. فشايفين انا طالما هاي الكرة قدامي رح اعرف انا كيف اخد العيار. ابملتها هيك بكف ايدي، الشغل ولا أسهل من هيك حبيب قلبي. بعد الكرة قدام عيني باخد على قد حشوة الجوز هالقد. هيك بيطلع عندي الحشوة ممتازة تماما، لا قليلة ولا كتيرة. ومنسكرة بسكرة بهالطريقة من لما لم للعجينة. لو تشققت شوي من اليمين من الشمال ما في مشكلة أبدا. نرجع نحنا شايفين سهل جدا التعامل معه. بحطها بقلب القالب. هلا لما بيكون في شوية حشوة ظاهرة من هون أنا بخبيها بنقطة من العجين وبكبس لحتى أحصل على النقشة تاع القالب. ونفس الشي بشتغل بالفستق، ونفس الشي بشتغل بالجوز. منكمل كل المعمولات بنفس الطريقة، وما بعتلهم أبدا إنه المعمولة تلزق بالقالب لأنه أنا حاطة كلينك فيل. شو رأيكم؟ حطها بالصينية، شغلة كتير هين وكتير سريع. فيني كمان أخذ قطعة من العجين بلا ما أحط إيدي التانية بالحشوة تضل العجينة من برا نظيفة، وبحط باستخدام الملعقة بحط من الحشوة بهاي الطريقة. ومنسكرة كمان من لما ما منتلبك فيها أبدا، منجمع العجين على بعضه. هيك ضلت العجينة من برا نظيفة، وبحطها بالقالب. يا سلام. هلأ أنا شكلت الصواني وشغلت الفرن. الفرن شغلته على درجة حرارة 180، شاعل من فوق ومن تحت. أول ما بحط أول صينية بطفي من فوق، بترك بس من تحت شاعل. بس هيك أنا بكون خليت الفرن حامي كتير، بدخل الصواني هو والفرن حامي، فرح دخل صينية ورا صينية وأنا عم كمل شغلي هون. أول ما بيطلعوا من الفرن مباشرة برش عليهم السكر البودرة. نحن هي طريقتنا، يعني حتى هون محلات الحلوانجي هيك بيعملوا. هلا هي بتشرب السكر البودرة وبيصير الطعم خيال. وهي تاني صينية كمان طلعت من الفران مباشرة، منرش لها هدلا يرجع عبي سكر. نرجع منرش سكر بودرة. مو
شو حبيبة؟ هو يقعد الحلاوة دي يقبرنا، طالع لأمه بس ينبسط بيحكي مصري. فيلا هلا هول السنتين صاروا جاهزين بطروا حبيبة قلبي، يلا هلا على الفطور بتدوق، فبس يبردوا رح حطهم بتبروارات حبايب قلبي وضبهم، بس يبردوا تماما بحطهم بتبروار يكون محكم الإغلاق. يا ريتكن حد وتشموا ريحة البيت كيف عاملة، ريحة كعك، ريحة العيد، ريحة الفرحة. الله يديم الفرحة ببلادنا يا رب، آمين رب العالمين. شوفي منا غير ألوان يا عبد. وقماشهم حلو ها؟ وقسيت كبير يعني عرفت شو؟ والله منزل تشكيلي رائعة يا عبد على العيد. انت نزلت هدول؟ من يوم الصبح وصلت تشكيلي. عبد افرد لي هي عمل معروف؟ هلا هي حاسستك عنا بالناتية ما هيك؟ لبس يعني هيك بحيرة. يي شو حلوة والله هي، كثير حلوة عجبتني بالناتية ما هيك؟ قد ما بدك اياها بالناتية. أنا بعملها بالناتية، خليني أشوف الزهر، الزهر هيدا إيه. الزهر بس افرد لنا اياه، بدي اعزبك بالطوي انا. كتير حلوه بحسها مريحه للبيت كمان. هول شو بالنتيات؟ شو حلوين كتير حلوين. جايب تشكيلي تياب العيد رائعه. هيك القمصان هنيك الرجالة مرتب، كتير مرتبين. هاي بضاعة من وين عبد؟ في شي تركي في شي فيتنام. في شي تركي في شي فيتنام. فيتنامي هذا حلو. ايه بدي هاي كتير عجبتني الكحلية. لا حلوة، لا عن جد حلوة. كله حلو والله، بتحس قماشتهم من بعيد بتحكي. حسيتها هي كتير مريحة بالبيت، كتير حلوة. حتى الأحذية كتير مرتب هيدا. شو إذا في قياس قياس إجره لموده هيدا كمان حلو. خرج العيد قطعة عيد. أنا وعم نقل تياب، شفتوا شو منزل إزاز؟ قلت بفرجيكم عكتر ما عجبكم الصحون يلي عندي، حتى أم مرور لفت نظرها. ليكو قدي حلوين، هلا هولي دارجين جديد. ليكو الكاسة كيف بتجي؟ منا مستوية، بتحسوها مجعلكة من فوق. هلا هذا الدارج، ليكو الصحن بحس شكله كتير حلو على السفرة مع هولي كباياتهم. ترايكم خلينا نشوف هالأحذية يلي جايبون، عن جد مرتبين. في ألوان موديلات نفس الموديلات نفس الموديلات. ليكو عبد هلكان على الصيام، الله يعطيك ألف عافية. حلو، بحب أنا البنطلين اللي بيجي لهم أستك من تحت، بحس أنظف للأولاد. لك هيدا شو حلو، كتير حلو. شو رأيكم بهالتي شيرت؟ لنشوف هذا المحل اللي هون، هذا القسم يلي لازم أغلبية الستات تجي قبل العيد تشوف شو في أشياء جديدة. لو بس منظفات للبشرة. هذا شو ندى؟ هذا شو؟ أسيتون. إيه، شو الفرق بين الأزرق والأخضر؟ ليكو هولي كريمات للإيدين، بتعرفوا بعد شهر رمضان وكمية الجلي اللي جليناهن، أنا دايما بنصح أنه كريم الإيدين لازم يكون بالدكة أو بهذا الدرج الصغير اللي حد التخت، لأنه بعرف أغلبية الأمهات بس يجي وقت النوم ما بقى فيها أصلا طاقة تروح تجيب لي كريمات وتدهن، فبيكون بالدرج حد التخت بتسحبه بتدهن إيديها وبتنام. فوالله لازم نتبع هاي التركات نحافظ على بشرتنا. هذا بلاش، هذا دي ماكيون كثير قوي. شو بيعمل؟ بشيل الميك اب.
رح احط حمرة ووتر بروف على ايدي وانت رح تنشف من مسحة واحدة بالشيء. يعني هذا كتير قوي؟ ايه كتير قوي. بيجي زيت دخلتي هلا لبين ما كان نشف نشف البلاش. عم تحكي لي عن السيتنج سبراي ما هي؟ بيجي برايمر وسيتنج سبراي بنفس الوقت بهيئ البشرة للميك اب. والله هذا مهم هذا حاخده. برجع بثبت الميك اب. اه والله بس تخلصي الميك اب ترشي من على وجهك. انت عم تقولي لي كمان برايمر يعني قبل الميك اب؟ قبل الميك اب وبعد الميك اب. مهم والله. بيجي اويل فري كتير منيح يعني ما بزيت على الوجه مناسب للبشرة الاويل سكن. من ماركة سامو. من ماركة سامو. اخد كمان بيوتي بلندر. اخد وحدي هلا. هيك بتجي لونه اصفر؟ ايه لانه هو اويل زائد. ليكو الحمرة اللي حطتها ترى ووتر بروف. ووتر بروف يعني ليكو. خي دخلك ندى بتروح الماسكارا كمان؟ اكيد كل شيء ميك اب وخصوصا الووتر بروف. مهم والله. اكتبوا لي اذا مستعملينه انتم من قبل شو رايكم فيه؟ هذا شو؟ ثلاث حواجب من كاتريس بيجي مع الوكس والهايلايتر كمان وثلاث ألوان. واو حلوين الألوان الموجودة فيها والله. نفس الألوان ما هيك؟ نفس. ليكو شو لفت نظري كمان منزلين هول المشدات للظهر. يضل ست البيت لبسي هذا المشد بخليها غصبا عنا مجلسي ظهرها. بتعرفوا أحيانا لا إراديا من ننزل كتافنا من ننزل ظهرنا بحكم الروتين الحياة اليومية التليفونات اللابتوبات فولا حاخدها. حلوة هالبلوزة هاي فرجيني هاي عملي معروف مريحين للبيت مشتها قطنية. ليكو هول أنا فكرتها بيجاما بتجي لا اتنين توب فحبيت الألوان هاي خدها. حلوين ولا إيه لافاش تيجي براو. ليكو عشقة رمضان عشقة الأيام اللي قبل العيد. هلأ رايحين لعن مرت عمي بدنا نفطر عندها بس عم فرجيكم الطرقات بطرابلس قبل الأذان. قبل الأذان بدقايق قليلة كيف بتكون الشوارع تقريبا بلشت تفضى والعالم الباقي ركض 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 عبيوتها عالوقت يا رواق. أهلين. يعني حدا بيجي عند حدا بهالوقت شفتي؟ حدا بيجي عند حدا مع الأذان عن جد خاصة اليوم نحن لأنه ولدت سجر. لك الله يخلصها الله الحمد لله الله خلصها بخير وسلامة. والله من كنا ملهيين معها بالمستشفى وبتعرفي انت ان شاء الله تفرحي بولادك حبيبتي وتشوفي ولادهم وان شاء الله يا رب الله يطعم لكل مين بده. امين اللهم امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ارتهينا والله يلا نمشي. هلا ولادها لسوسو هون. ايه التوم هون بسم الله عليهم التوم. ايه هلا الفرداوي معها. الفرداوي معها هي بعدها بالمستشفى. ايه فوق. ايه فوالله بدي طلع عليها لشوف اذا قدرت تصور رح صورهم البيبي اذا لا بقى لا ان شاء الله لا وقتها صوري لهم تاج اسمه تاج ما شاء الله ان شاء الله الله يبعث له احلى ايام. اما الروح هذا شو؟ هيدي انا امبارح عملتهم. شو هو؟ كوسيه عبتنجانية عفليفلية عبتطاية عنا برادوراية. والله ما جاية عدالي ليلى بحياة الله بحياة الله ما بتتخيلي قد جاية عدالي مع بصلة وهيك. يعني هي شو اسمها؟ هي مخلوطة مرت عمي؟ ملت هي بهالولاد يوضعونك قلبك يا حرام ليلى ما أكلوا شي يا حرام أبدا مختلف لانه انا جيت عملت اكلوا معي. يعني يا حرام بياكلوا يا من ايدك يا من ايد امهم. مع انه رواق اني قالت له بيض وحطيت لهم جايز وكذا ما بدهم. معناه هداك ابو الاصفر كثير بحبها لرواق. ليكي ايه ما اكل على هذا هذا الثاني حبيب قلبي انا. سامح. ما تشوفي هالببول. ايه تاج دخيل الله اللي خلقه. والله ما تشوفي هالببول والله تاكلي. ان شاء الله ان شاء الله بيجي هالوقت الاذان يا مرت عمي، الله لا يحرمهم لحدا. الله يطعم لكل شيء بده. قسما بالله العظيم انا وعدي فوق انه يا رب
يا رب جاي حقك وجلالك وارفع مكانك يا رب. تبعت لكل وحده مشتهيه له يا رب. لا يخليهم، لا يخلي بك حدا فاضي منه. هلا على الجروب، هلا على الجروب. اي والله يا رب. بس لالوش انت جاي مأخره. اي والله انا احذري ليه، انا رجعتيني مرت عمي كنا عند الاوتلت. ايه جايب اشي كتير حلوه للعيد. ايوه ايه فكنت عم نقي شويه تياب، قلنا لوين بقى خلاص بوش لعن مرت عمي. انا هلا بصير جايه بعرف والله وين بقى، بدي ارجع على البيت. لا والله بدي اسحبها، بدي اسحبها لعند ست الكل بقى. حبيبه قلبي يلا منرور. هلا هيدا عرفنا شو هو، هيدا الفيح كفته يعني محشيين لحمه مفرومه صحكه وبقدونس وكل شيء عرفتي، وعملتيهم انت بايدك برغيف الخبز. وامبارح انا ليلى عملت هول بالفيلم. آه اليوم أوكازيونات. اليوم الهيئة. يوم عروضات. اليوم. 15% و20%. دجاجات 15%. ريحتهم بتشحل القلب. شو حطتي له؟ دجاجات 15% لأنه غالي. بس الباقي 20% أوكازيون. أوكازيون. أمرو شو حطها للدجاج تتبيلة؟ أنا حاطة كزبرة. حامض وزيت زيتون، كزبرة يرسي، يعني كزبرة حضرة وكزبرة يرسي. بس ريحتهم بتشق القلب. يلا عم تفكر حالتي بكير، عم تفكر حالتي بكير. والله على اساس قال بدهم عصير هلا، فطلينا من البلكون مسكرين. شو بدنا نعمل؟ يلا ما بيأثر يا مر، قولنا نهار بلا عصير يا مر عمي. ما عندنا مشكله بلا عصير عمو حبيبتي. انت بدك هني يقبلوا. اهلين 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 عمي. هدول الأوكازيون من بيت. هول الدجاجات يلي قد ايه، 10 ولا 20؟ 15%. يلا. ياه هذا من وين يا مرت عمي؟ يلا. قال ابدأوا افطاركم بتمرة. بسم الله. منين منين هون؟ عنا شجرة حوشناها، نحوش شوية تخدين محكي. حوشي لي شي صحة، شي صندوق. هون بالليل هون عم تزكي. كتير طيب. كتير طيب الرطب. اشتريناه. تفضلوا يلا لنوشي وانت كاتبة. يلا. لتقعد مرت عمي. يا عم حبيبتي عدوا عدوا عدوا. عدوا. الستة مرت عمي بعدها عم تسخن بالميكرويف. يلا يلا عدوا. والله أحلى شي. تقلط قلط. ما بتخلي ولا تكتيك. بنت عمل يوم. ها. بدي بوسه بين عينيه. ايه والله هاتي عنك لكمل انا تحت لا الطاولة. لا لا بني ما ينفض بايدي خل... والله. خليني كمل تحت الطاولة. والله ما خلص ما تبص بايدي خلص عم حالك. مبسوطة فيها مرت عمي. ايه بس هم بس هم ايه. بس هم بس هم بس هم بس خلص. محل الاكل بس. خلص. بس محل الاكل. يعني تعبت هذه الهرورة من هون. بس عن جرب تسوى تقلى لأنها على الشحن. والله في أحلى منه. والله بتخلي شيء. قهوة لأنه روسي عم يبرم. لأنه هذا. تعرف يعني عم يبرم؟ عم يبرم، هذا الكوفي تايم هلا. هذا هلا عم يبرم برم وعم يقول لي وين القهوة يا حجي لأنه الله يعطيك الصحة والقوة إلك من الصبح بالمستشفى. إيه والله يا ليلى شو بدنا نعمل؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ما بعرف إذا أنا سألتك، أنا نسيت بقى شو سألتك قبل الفطور وما سأسألك بعد الفطور. كيف لقيتي للبيبي؟ الحمد لله رب العالمين، الله يعيشها هي يا رب يا كريم. آمين رب العالمين. كل شيء بده. آمين. والله العظيم أنا واعدي عندها افتح إيدي يا رب العالمين لأنه كذا حدا بيكتب بالكومنتات. دعينا يا حجة دعينا لك ربكم موجود صح. ربكم موجود هو عليم وخبير بعباده، بطلب منه ما بطلب من حدا سوى غيره، يطعم لكل شيء بده. آمين رب العالمين. الزوج الصالح. اي والله. الولد البر الوالدين، الشفاء من كل الامراض، الشفاء لكل مريض. امين. يتعب الحج شو بده حد يحكي لك ليلى، قد مهما حكيت ما فيني اوصف. الله يعطيهم مرادهم. يفرج هم كل متضايق. اي والله. يا رب العالمين يسر امرهم يا رب العالمين. يشيل الهم من قلب كل مهموم. امين يا رب. يريح له باله. جميع العباد. يا رب. هلا الشباب شغال، للبنات وظايف. يعني يريح الفكر عند العالم يا رب، دخيلك يا رب نستاهل نحن. أيوة. والله نستاهل الحمد لله. دخيلك يا رب الحمد لله. أجرنا عند رب العالمين يا مرت عمي. الله يا مرنون عسل بقى لا لا هيك هيك يا طلع عليها بإيدها لأنه عينه هون وعينه هون ما بس يلا يا أم اللول هلأ أيوة.
هاتي يا ام الرور قبل ما اقول لها ام اللون. انا لا ام اللون. بسم الله الرحمن الرحيم. انا على اساس انه يا مرت عمي نطلع شوي بكير من البيت، بدي اجيب كم غرض. بتعرفي الدنيا جايه على عيد، ان شاء الله بتنعادوا لايامه بالخير والصحه والعافيه يا رب. يا رب العالمين امين يا رب. كل واحد بيسمع وبيشوف وبيقرا هل بيشوف هالفيديو إليه رب العالمين بيسمع للاخبار الساره يا رب يا رب. فوالله يا مرت عمي حسيت الوقت طير طياره. خاطي بنزلك انا ليلى. انا قلت له لهدي خلينا ننزل على بكير. إيه شو قال لي؟ إيه. قال لي يا ليلى في شجرتين بدي ازرعهم. أيوة. شجره اكيدينيا. أيوة. وشجره ما بعرف تين يمكن. إيه. بده يزرعهم. فانا وجعني قلبي على الشجرات. قلت هلا اذا قلت له لا لا حيجر لا. أيوة. إيه. وبكره حيكون لا وبعده حيكون لا. لا تمشي حد البور لا تبي بيانات وحشه. اي والله اسمعي مني يا مرة خلي يزرعهم بالقبل. فوالله نزل زرعهم. قلت يلا لبين ما انا كنت جهزت الاولاد وجهزت حالي منكون طلعنا على بكير. بس الوقت بيسرق البني ادم. يعني لبين ما طلعنا وصلنا عند الاوتلت شوي وصلنا هون شوي هون شوي بتلاقي خلص رح يقدم المغرب. معك حق. روحي يا بنت الطياره عند حماتك بسلامتي. بدعمك بدي اشتري بيت. بتعرفي وين؟ حد القمر. مشان انا بدي حد مشان بنا حدا يستقلب يجي عند الحجام. حد كوكب زحل. يعني كل ما صار شيء مستقلب عند الحجام. ايه ايه مستقلب عند يعني حتى هو هادي قال لي يلا لعند الماما. والله مثلا زمان جاي ما قلت لك بالمسلسل. ايه حتى انا والله بيلي عندها من الصبح للسوسو. الحمد لله رب العالمين. حكيتك الصبح قلت لي لسه ما ولدت. ايه عونه الله الحمد لله. بعدين قلت له لهادي اتصل فيها شوف شو صار. قلت له ولدت. الف الحمد لله. الله تحمي احفادك يا رب يا كريم. يا رب يا رب بوجودك. تحمي احفادك يا رب. قولي امين. امين رب العالمين. ان شاء الله بوجودك يا رب. وجود الله يا رب دخيلك يا رب. ليكو منظر القهوه. الله ليكو القهوه اذا ما فيها رغوه ما تقولوا لي. اطيب شيء يا مرت عمي القهوه يكون عليها القشوي تاعها. صح نحن بنسميها القشوي. القشوي صحيح. ما في غير في ناس بتقلها رغوه ناس بتقلها قشوي. كل واحد حسب هيك. في ناس بتكسرها على الاخر ما بتخلي ولا نتفه رغوه. ليه؟ انا ما بحبها هيك. ولا انا. ايه خلي فيها نتفه تحسي بطعمها. هلا هي الاكل ذوق والشرب ذوق. صح. ايه سبحان الله نحن بنحبها بالرغوه. قول على ذوقها. وشراب على ذوق الناس. والباس على ذوق الناس. مشان هيك كل شيء بتشتري اسألي مرت عمي. مظبوط. بس كل شيء بتاكلي مرخي. خليني فرجيهم شو لابسه انا. يلا يعني فرجي يلا. يلا. ما بعرف اذا حيبين. لانه الاضاءة هلا بالليل فلابسي هيدا القميص. هيدا مرت عمي كثير بتحبوا علي. بحبه كثير. عن جد كثير بحبه. عندي واحد تاني منه لون زيتي كثير حلو. لبقت له هذا الشال اللي جبته. انت فيه كثير مبروكين حبيبتي. هذا الشال اللي جبته من عند حنين مرت عمي شفتي ما اجمله كمان. ايه حبيبه قلبي. هو مش له هون كومون سافا ليلى. حسيت الاضاءه هون اجمل ليلى. ولا طبيعي؟ لا الحمد لله. نشكر الله. سفابيان بقول الحمد لله. فخي عن جد بتحس الإضاءة هون بالأنتري أجمل بكتير يا مرت عمي. إيه لأنه لمبة. هيك كم لمبة عندك؟ حذروا لا لأنه المطبخ. أنا بيوت تتلمبة. خربانة بيوت على الطاقة الشمسية. فالمطبخ لأنه الدكك على اليمين والشمال بتحسوا إنه الإضاءة جوا غير. اهل قطر يشربونا بدل الفنيجي. ونحن كمان وانا كمان بشرب الفنيجي. وانا كمان بشربك يا ليلى بقول الفنيجي. وانا بشرب الفنيجي هيك بشهي عن جد ما تسكرتها. اي والله اهلا وسهلا. هي ضيف الغفله يا عيني. شو محطوطي ما حد الواجبك يا عيني. حبيبتي حبيبه قلبي. ام الرور ما بدك تدوقي لي حلوياتي؟ اكيد. هلا انا بعرفك انت بالحلويات ملكه الحلويات حبيبتي. ولانه تمر فهذا زادني رغبه. انت بتحب التمر كثير اكثر من الجوز والفستق بكثير. دوقي لنشوف. انا هيدي استحليت. هلا خلي ام الرور تعطيكم الرياكشن الحقيقي. والله بيني وبينكم وانا كمان اشتهيتها بس خايف يقولوا لي هلا جحي جيبهم جحي اكلهم. بس هي بس هي بس هي بس هي جحي جيبهم جحي اكلهم. رورو مع فنجان القهوة يا إلهي. عقولة جودي وأسعد
رواق بعدها صافني على فكره، يا ريت فيني طلع الكاميرا، بس طلع الكاميرا هيك اعطيكم الرياكشن بس هيك. شو امرر المتابعين ناطرين؟ روقي ليلى روقي. رقت انا رقت. معمول. طيب شيء نتحلى بحلويات العيد قبل العيد. بس عن جد طيبين. ريتو صحة وألف ألف عافية. روق أنت أكيد شفت الفيديو تاعه. شفتي قد إيه مكوناته اقتصادية؟ امبارح أنا شفت الفيديو ثلاث مرات. أول مرتين كنت أنا مشغولة، ثالث مرة بالسهرة. عن جد ليلى والله العظيم. إيه بدك تركزي مع المكونات. ركزت. حياتي. عن جد ركزت، وهذه الكعكة اللي قصيتيها بالنص. مع البيتزا. شو رأيك بهالفكرة؟ ولا اسهل من هيك كمان. بتشاهي بعدين بترجع بتحطيها فوق بعضها ولا بتخليها؟ لا 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 هيك بقصهم بالسكين وكل حدا بياخذ قطعه. بدها تطلع خفيفه ليلى كثير، تحسي هوا هوا هوا. عن جد هي هي الكعكه هي خفيفه. صح مزبوط. سلم ديتك يلي ما شايف الفيديو، حأترك لكم الربط باخر هذا الفيديو. مرت عمي صحيح شفت مرت عمي بشهد لك بالحلويات. احذري راح نبلغ هال كنا عندها يعني هدول سوبر. احذري حاطه بيتي فور هلا بس خلص. بعد ما نزلت لروائية رواق اوكي ماما وحياتي على الغالي بدك تروح جاي على الغالي. عملت قصد امانه على الغالي. انت بتحكي للحق وحياتك على الغالي. تخيلي على هيك سمعتك ماما انا ليه ما جبت لنا معها هلا ها ها ليه معنا ما بدها. صح انا هلا بدي بالعب. معقوله انا بعرف حدا صور لكم لصور لكم الرياكشن مزبوط. انت ليلى انا بعرفها ماما والله يا جدة واكلتها وخبزتها انه هي قصد مع الله ما بيني وبينك. أعوذ بالله والله العظيم نسيت. قعدوني نعمولها قسما بالله نسيت. يلا يلا هياتهم هول هن المعلومة. مرت عمتي ما دقتي هول اللي أنا جبتهم. أنا هلا بدي أكل معمولة قبل. لك ما أحلاها. إلى ساعة عم بتبهدل فيني. عم بتقول لي ما دوقتيني. بس كثير طيبة. والله ريحتهم طيبة. دوقي لنشوف. وماني هلا أنا أكلي هلا كنت بدي أكل قطعتين. طيبين. والله طيبين بيعبلوا ما بكتش النقل. طيبين منو عادي سوى عادي التمر منو سميد لا ما منو سوى عادي التمر لا لا بيبسو طيب لا طيبين. بتحسي يا مرت عمي عن جد صحيح اقتصادي لا سمني ولا زبدة بس شغلة تنصحيهم يعني يجربوا 100%. يلا لنشرب القهوة قومي. وحدة ليلى في وحدة كذبت لك انه عم تحاول كثير تقطعهم مثل ما انت قطعتي الصينية. يا قلبي صار محاولة ثلاث مرات. يا قلبي انا بدي انصحها نصيحة لقلكم. النصيحة هي شو؟ انه مثلا هي الصينية اوكي لنفترض الصحن هي الصينية ماشي. انت ارسمي على الورقة على جنب دويرة على اساس هي الصينية وقطعيها اشارة زائد بعدين مثلثات مثل البيتزا بعدين قطعيها بعدين طبقي على الصينية مثل ما طبقتي على الورقة. أيوة. تنجح معك. تنجح. اجباري بتنجح بإذن الله. سلمت امك حبيبتي لك يا عيشولي هدي انت طلع النبي انت بذاتك تعذبتي بقطعك لك القلب قلب ليكي قلب قلب عليك القلب ليكي عن جد قلب عن جد قلب نظامي. انا هيك هيك ما فيني علي طلع قلب الفنجان. كيف لما بيطلع القلب بقلب الفنجان ساعتها شو بيخلصك مني؟ اي والله بدي اقعدي هلا بعد الفطور. اه لك يا اهلا وسهلا فيكي انت تعذبتي. ايه مرت عمي بسط فيك جدي عصبتي شفتي عن جد مشوار يعني الغفلة كل شيء جاهز خايس على البيت. حذاري ليه لما بيكون بتكوني عارفة رح يجيكي ضيف شو ما يكون ان شاء الله تكون بنتك بتحسي ما بيأثر ما هني بيعرفوا ده بيت العيلة صريخ ولاد عجقة عادي. فوالله يا مرت عمي لما بتعرفي انه جايكي ضيف بتكوني قاعدة من الصبح عم بتجهزي ومتلبكة تهلكي. صح عغفني. انا صرت اقول وين صحن الشوربه تبعي ما بيبقى انا نقعد هيك. عن جد والله على مطعم اي والله اي والله يسلم تمك. بدي ادوق الكربوش حلب. اسمه كربوش حلب يا رواق. ايه هذا برمضان على طول بيعملوه برمضان غير رمضان ما بتشوفه. يا الله رواق شو بتحبه هذا الحلو ما بيفضى برمضان. بتعملي اللي عليه من فوق هذا اللي بيسموه الناطف. في الشرش بينباع عند العطار بتجيبيه وتعمله. فيني اعمله بلا شرش كمان ببياض البيض بس في ناس ما بتتقبله.
فينا نجيب الشرش وبينعمل كتير سهل، بس بدك هاي الخفاقة. أنا بحبه. آه. لأن بمية رمضان هون طرابلس الكربوج هذا. صح. ليكي بعدين بلعب بلعب وردي شام. كتير بلحظة. وردي شام تاني بعد. مظبوط. بعدين تجيك العثمانية البصمة. كمان كتير بلاحظة. هيدي برمضان موجودة مليون بالمية. بكل بيت. بكل بيت، بكل محل، بكل شارع، بكل منطقة، بكل دنيا. بكل بسطة. أبدا. صح. بكل دنيا موجودين. صحيح. عديكي بقى عن حلويات الباقية. لك نافل، مفروكة، سنودسات. القطايف. القطايف. والقطايف نسيناها. إيه عن جد القطايف. أنا بقول قطايف قبل هذا. قبل العثمانية. وقبل الكربون. صح. العجين. بسموا كربون حلويات. مرت عمي بعد الفطور قهوة. ايه؟ انا ما بحب الشاي بعد الفطور. وقد ايه اللي متفزدي فيها هي تالت سنة. الثلاث سنين يا مرت عمي بعد الفطور قهوة. بالاول كنا نسكافيه. شفتي كيف القهوة عطوه بدك بري شاي مطفى عطوه بتروح من عندي بتعصي عصر معود مرور معود نعمل بري مندور هي كبية ولا كبية تعصر عصر مرت عمي مع الترويقة مع الترويقة هلا انا من اول رمضان اي الحمد لله من اول رمضان البريق ما انحط على الغاز الا يوم هدايا قطر كيف مبسوطه الا يوم هدايا قطر عملنا الشاي ما احلاها رواق لما حطينا البريق على المنقل شو قالت لي قلت لها خي اكرك عجم قالت لي خي اكرك عجم دبس لانه كتر ما ضل على المنقل وغلي غلي غلي لا بنت رفاق انا بدرسه اذا الله ضل على المنقل جينا على المستشفى لعند سوسو ليكو شو عاملي هون الحمد لله الله خلصها بخير ألف الحمد لله لك التاج كمان عاصمة تاج إجانا تاج لك يا أهلا وسهلا بتاج هيدي سوسو خونو سوسو سلامتك يا سوسو والله ما فيها تحكي يا حرام الله يطعم لك كل من مشتهي يا رب يا رب يا رب سوسو زيارة المريض 5 دقايق نحن ما حنطول أكثر من هيك يا عمري سلامتك يا سوسو الحمد لله على سلامتك يلا خلينا نروح لأنه صار الوقت مأخر لكل فرجيكم الزين من بعيد قديش مزوقة هالسوسو حدا يقول لي قدي مزوقة الحمد لله على خلاصة بخير يا رب يا عمري يا قلبي